بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقه الثالثه من كورس الالكتريكال ميجرمنتس او القياسات الكهربيه. احنا بقى لنا حوالي 10 ايام كاملين موقفين اي حاجه ننزلها عشان ظروف كده، رمضان وبعدها العيد، فكل سنه طيبين. هنرجع باذن الله ننزل تاني وهحاول نخلص الكميه اللي فاضله كلها، عشان حتى اللي ما ظبطش معاه وسمع من بره وما ظبطتش معاه يجي عندنا يلاقي الدنيا ايه، بسيطه وحلوه كده، يلاقي الدنيا ان شاء الله سهله. فالحلقه النهارده حابب بس اكسر الفراغ اللي كان على القناه ده، فهننزل شرح بس للجزئيه دي، والحل هيبقى في حلقه اخرى ان شاء الله، فركز معايا. الحلقه بتتكلم عن ايه؟ اغلبها هيبقى من الورق، هبقى بقرا من الورق، كلام سهل جدا يعني. اللي بنتكلم النهارده عن، انت خدت اول حلقه تركيب الجهاز بتاع الجلفانومتر او البي ام ام سي اي، او اللي هو الجهاز اللي احنا استخدمناه عشان يخش له تيار فيحرك مؤشر. المؤشر اللي بنستخدمه في ايه؟ في انه يندكيت عن وجود التيار ده، او يعبر او يديني مؤشر عن وجود تيار ماشي. وقلنا بما ان التيار له علاقه بالجهد فنقدر نستخدمه برضه لقياس الجهد، كل ده كلام بسيط. وبما ان التيار والجهد ما بينهم علاقه وهي ايه؟ وهي المقاومه، فاقدر اقيسه بقى استخدمه في قياس المقاومه، بس ده لسه انت ما خدتوش، ده الحلقه اللي جايه ان شاء الله في الاوميتر. يبقى انت خدت جهاز بيعرف يخش له تيار فيقدر يحرك المؤشر نتيجه وجود قوه بتنشا لما تيار يتعرض لمجال، لو انت فاكر الكلام ده احنا شرحناه في الاول. لما كنا الجهاز اصلا كان فيه مغناطيس، ففي مجال وفي تيار ماشي في السلك اللي محطوط جوه المجال ده او الملف، فالملف ساعتها بيتاثر بيه قوه بتؤدي لتحرك المؤشر. فانا من هنا ورايح معايا جهاز بيخش له تيار يقدر يديني انديكيشن عن وجود التيار ده. طيب ايه اللي ايه الجديد بقى؟ ان انت اللي فات كله خدت ازاي تستخدم الجهاز ده في قياس التيار والجهد مالهم المستمرين اللي ليهم قيمه ثابته. كلمه مستمر او دي سي، كلمه دي سي معناها ان هو قيمته ايه؟ قيمته ثابته بمرور الزمن. زي ايه مثلا؟ تعالى اوري لك. زي ان اقول لك ارسم لي علاقه ما بين الفولتج والتايم، تقول لي فولتج اهو الفولتج مثلا بخمسة، بمرور الزمن طول الوقت البطاريه او الشيء الجهد اللي بقيسه مقداره خمسة، البطاريه شغاله بنفس القيمه. بيحصل نقص ساعات، سيبك من هنفترض الحاله الايديال، فهو طول الوقت قيمته كام؟ قيمته ثابته خمسة، مفيش اي كلام تاني. طيب او أربعة او ثلاثة، ليه قيمه معينه ثابته طول الوقت، ده بنسميه الدي سي ميجرمنتس، وده اللي انت خدته الحلقه اللي فاتت. عرفت ازاي تقيس التيار والجهد بصوره مستمره اللي هو بطاريه والشغل اللي احنا متعودين عليه. ايه الجديد بقى المره دي؟ قال لك المره دي هنعمل شغل ايه يبان لك صعب، مع انه في حقيقه الامر بسيط جدا، وهو ان انا هقيس تيار وجهد مترددين. ايه متردد بقى؟ متردد مش معناها الشكل ده بس، يعني الشكل ده نوع من انواع المتردد او التيار المتردد اللي انت خدته زمان اللي هو الاي سي، ولكن بشكل عام هو حاجه قيمتها بتتغير بمرور الوقت، بتتغير بين الجزء الموجب للجزء السالب. يعني حبه بيبقوا فوق في جزء الموجب وحبه بيبقوا تحت. طب ده في الحقيقه بيبقى ايه؟ فوق وتحت دي في الحقيقه ان بيبقى حبه في اتجاه وبعدين حبه ثانيه بيشتغل في اتجاه اخر. يعني البطاريه بتاعت زمان كانت بالشكل ده، فطول الوقت التيار بتزقه في الاتجاه ده، طول الوقت هي الديفولت بتاعها ان بتدفع في الاتجاه ده التيار، او بتدفع الشحنات الموجبه عشان عندنا دقه. طيب لو هي بطاريه بقى مره شويه تزق كده وبعدين بعد ثانيتين تقوم زقه كده، بعدين تزق كده، بعدين ترجع تزق كده، فراحه جاي، حبه تزق في الاتجاه الموجب اللي هو ده مثلا، وحبه ثانيه تزق في الاتجاه السالب، افرض الموجب والسالب زي ما انت حابب. مهم الفكره يعني ان حبه في اتجاه وحبه اخرى في اتجاه معاكس، وبتتبادل بينهما، شفت؟ تتردد بينهما، يعني بتروح هنا وهنا ورا بعض، مش تفضل ماشي مع الموجب حبه كتار وبعدين ترجع للسالب حبه كتار، لا. بتبدا ماشيه موجب سالب، موجب سالب، موجب سالب، تبادلي. هو ده فكره التيار المتردد، هو ده الاي سي، مش شرط كمان يبقى قيم ثابته. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي شكل التيار المتردد ده شكل ساينوسويدال او شكل ساين ويف، اللي هو حته فوق اهي في الجزء الموجب وحته تحت. يعني مره الزق او اتجاه الفولتج كان مقداره موجب يعني في اتجاه مثلا ده، ومره ثانيه في اتجاه سالب يعني عكس الاتجاه اللي كان في المره الاولانيه. يبقى ده الاتجاه الموجب وده الاتجاه السالب، بعد كده تبدا تعيد ثاني حته موجب بعد كده تنزل حته سالب. وايه وهلم جره، تفضل ماشي نفس المنطق ده. طب هو هل شرط اللي فوق يبقى قد اللي تحت؟ قال لك لا، ممكن تبقى متردده بمنطق مختلف، ممكن تلاقي حته كده وبعدين حته تحت كده، حته كده وبعدين حته تحت كده، مفيش مشكله. المهم انت بتتردد، يعني ايه؟ بتوصل لقيمه، تدي قيم موجبه بشكل معين، بعد كده تنزل تجيب قيم سلبيه بشكل معين، بعدين تعيد من اول، تفضل تعيد السايكل. السايكل هي اللي بتبقى ايه؟ كوبي بيست. يعني السايكل دي على بعضها دي اسمها سايكل، اللي هو كل حته موجبه مع حته السلبيه بتاعتها ده على بعضه اسمه سايكل. السايكل هي اللي بتتكرر، يبقى دي على بعضها اسمها سايكل اهي، بتتكرر بالملي، هتلاقيها متكرره ثاني وثالث ورابع، وكل واحده من دول اسمها سايكل او دوره. الدوره هي ايه؟ حته موجب مع حته سالب، بيفضلوا يكرروا كل شويه بنفس الشكل بالظبط. ولكن هل شرط ان الموجب فيها يكون بيساوي السالب؟ لا. يبقى انت كده خدت نظره عامه يعني ايه اي سي ويعني ايه دي سي. الدي سي قيمته ثابته طول الوقت بمرور الزمن ترى، والاي سي بيبقى قيمته متغيره او متردده بمرور الزمن، بيكون حبه فوق في الموجب وحبه تحت في السالب، ويبدا يعيد من الاول بنفس الطريقه، حبه نفس الحبه فوق في الموجب ونفس الحبه تحت في السالب. يعني مش هتلاقي يعني لو رسمت لك حاجه بالمنظر ده
دي كده مش شكل ايه، مش شكل اي سي، ده مش متردد. ليه؟ لان السايكل مش متساوي اساسا، ده شكل بنسميه بقى ايه حاجات اخرى يعني، الديكاي تيرمز دي بتبقى قصه تانية مختلفه. فهتلاقيني هنا كاتب لك كل ده بالظبط زي ما انا قلت لك قبل كده، ان دي الطريقه اللي هكمل بيها في الشرح في القناه، يعني ان انا بكتب التفاصيل كلها في الورق، مش زي زمان كنت بكتب بس العناوين واشرح انا بالبق، لا عايزك تبقى ليك مرجعيه تحب تذاكر منها تفتكر اللي احنا قلناه. هتلاقيني بقول لك هندرس ازاي نقيس التيار والجهد في حاله التيار المتردد. يبقى موضوع الدرس كله بيتكلم عن ايه؟ عن ان ازاي اقيس التيار والجهد واللي على شكلتهم، بس احنا نستخدم التيار والجهد بس في القياس، بس امتى؟ لما يكون السورس بتاعي اي سي متردد، مش زي الدرس اللي فات لما يكون دي سي. طيب بيقول لك في حاله التيار المتردد قيمه التيار وكذلك الجهد تكون متغيره بمرور التايم. المفروض كان بدل ما اكتب متغيره اقول متردده، يعني ايه؟ بتروح لحته موجب بعدين ترجع لحته سالب وتعيد تاني، حته موجب حته سالب حته موجب حته سالب، وليست قيمه ثابته مثل الدي سي. طب ادي معلومه ثانيه. المعلومه الثالثه، يمكن ان يكون شكل التغير على صور مختلفه واشهرهم هي الساين والكوزاين. ده انا عايز اكد لك بيه ان مش شرط انت تبقى في دماغك شكل الترددي او التيار المتردد بالمنظر ده، لا ده نوع من انواعه، ده الساينسويدال او الشكل اللي هو على شكل ساين ويف. ولكن هل شرط؟ لا طبعا، ممكن يبقى سكوير ويف زي ما قلت لك اهو، ده سكوير ويف. ممكن يبقى تراينجلر ويف اهو، شايف؟ بص على شكل مثلثات كده، مثلث فوق ومثلث تحت، حته فوق حته تحت، نفس المنطق. جميل. فممكن يبقى صور مختلفه جدا، وكل طريقه كل واحده منهم ليها دراسه معينه وليها شكل معين، يعني ليها خصائص بروبرتيز كامله ليها. طيب بدل ما انا كنت زمان بقول التيار في حاله الدي سي هو قيمه وخلاص، المره دي لا، ده بيبقى قيمه قصوى مضروبه في ساين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو قلت لك الشكل ده تيار مقداره 5، حلو، ده كده دي سي. دي سي الاي بتاعتي ب 5 اهي، اي ايكوال 5. ولكن الاي اللحظيه في كل لحظه هنا الاي ب 5، الاي انستنتينيوس دي في كل لحظه بتساوي ايه؟ بتساوي 5. لو عملت لك بقى، تعالى نجيب ورقه، لو عملت لك كده اهو وانت عامل شكل ساين ويف وكمل انت بقى عشان مش فاضي اهو، وقلت لك اعلى قمه فيها هي ال 5 واقل قمه فيها اكيد هتبقى سالب 5، يعني في الاتجاه المعاكس، مش ما فيش تيار بالسالب حرفيا، لا هو بيعبر عن اتجاهه معكوس او الجهد معكوس، نفس البولاريتي بتاعت اتقلبت مثلا. هكتب معادلة الدالة دي ازاي؟ بسيطة، هتقول لي 5 دي 5 اللي هي أقصى قيمة، لو ده فولتج يبقى دي الفي ماكسيم، يبقى هي ال 5 دي هي الفي ماكسيم، يعني أقصى قيمة للتيار للجهد، بس هي كل شوية بتتضرب في إيه؟ في قيمة للساين، عشان الساين تبدأ تقللها وبعد كده تيجي هنا تقللها تاني في السالب أو تكبر السالبية بتاعتها، بعدين تبدأ تعليها في القيمة وهكذا، تبدأ تحركها. فالدالة اللي هتحركني كقيمة هي دالة الساين. فبنقول بقى إن في أي لحظة لو عايز اللي هنا مثلا هكون بيساوي كام؟ هكون حتة من الخمسة. الحته دي بجيبها ازاي؟ بالساين، لان الداله دي نوعها ساين. فبقوم قايل ان انا الفي في اي لحظه، الفي انستنتينيوس بتاعتي بتساوي الخمسه اللي هي بقى نقول ان جنرال في ماكسيمم مضروبه في ساين زاويه، ساين ثيتا. طب ايه الثيتا بقى؟ ركز معايا. فاكر زمان لما كنا بنقول ان انا عندي حاجه شغاله بتردد فبيبقى ليها نظام كده، ايه هو؟ اني بنقول الشيء اللي بيتحرك بتردد ده او بيكرر نفسه بانتظام، بنقول ان هو ليه حاجه اسمها الاوميجا او الانجلر فريكونسي. الانجلر فيلوسيتي بيساوي ايه؟ الاوميجا دي بتساوي 2 باي اف. احفظ الكلام اللي جاي ده غايه في الخطوره. الكلام ده انا عارف انت خدته زمان، بس انا عايز المه لك في مكان واحد عشان ما تبقاش انت مبعككها كده في مخك يعني. الاوميجا بتساوي 2 باي اف، وده انت حافظه من زمان وفاهمه من زمان. مين الاف ده؟ ده عدد الدورات اللي بعملها في الثانيه الواحده. يعني كل ثانيه بيتغير من موجب لسالب من موجب لسالب كم مره؟ فلو قلت لك مثلا الفريكونسي في مصر هنا 50 هرتز، يعني ايه 50 هرتز؟ يعني كل ثانيه التيار اللي خارج من اسمها ايه؟ من الكوبس عندك ده مفروض انه بيالترنيت من موجب لسالب 50 مره، بيعمل 50 دوره، ولكن انا بعمل له عمليه ايه؟ تعديل كده عشان يديني قيمه في الاخر، فسيبك انت من التفاصيل، ولكن المهم ان السيجنال بتاعته بتعمل 50 سايكل ان 1 ايه؟ ان 1 سكند، هو ده معنى كلمه الاف. الاوميجا دي بقى اخترعناها كمفهوم بتساوي 2 باي اف، ايه لازمه ال 2 باي اف دي؟ فكها، خلي الاف 1 على التايم، على البريودك تايم، الاف دي من زمان انت عارف كده، بتساوي 1 على البريودك تايم، ده ازاي؟ لو قلت لك الاف دي 50 هرتز يعني 50 دوره في الثانيه. يبقى في الثانيه الواحده عندي كام دوره؟ عندي 50. كلام بسيط يعني 50 دوره في الثانيه الواحده، يبقى ال 50 هرتز بتساوي 1 على 50. الكلام بسيط يعني لو حبينا نقلبها، بص كده ركز معايا، التي هي زمن دوره واحده، بيريودك تايم من ترجمتها زمن دوره واحده. يبقى لو قلت لك الدوره الواحده دي بتتعمل مثلا يعني في 0.05 سكند، يبقى انا في خلال ثانيه كامله هعمل كام دوره؟ هتقول لي اكني بقول لك في خلال ثانيه واحده فيها كام 0.05؟ الثانيه هي الواحده فيها كام 0.05 من الثانيه؟ تقول لي بسيطه، هو مقسم الثانيه الواحده دي على 0.05، هيديني ايه؟ هيديني عدد ال 0.05 اللي جوه الواحد،
في كام 0.055 يا واحد، في كام حته جوه من الزمن ده، اللي هي في كام زمن دوري، يعني في كام سايكل. فهيدي لك في الاخر حاجه اسمها كام سايكل، دي يعني اسمها ايه اف. فالاف هتطلع معاك لو عايز تحسبها احسبها كده، 1 على 0.05 يدي لك 20، يبقى 20 دوره. يعني ال1 سكند فيها 20 حته من ال0.05 سكند. هو ده القانون بتاع الاف بيساوي 1 على التي. ما تفكرش انا بسمعها لك يعني، كان ده قديم بس قلت لك بنبني على اقل انسان بيسمع فيه التذكر، مش في القدر طبعا. احنا كلنا زي بعض. هنا 1 على تي، جميل جدا. يبقى الاوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي في 1 على تي. ده قانون انت المفروض انك حافظه من زمان وفاهمه من زمان. ده اي شيء بيتحرك بيه فريكونسي او بيشتغل بفريكونسي. ايه اللي انا محتاج اعرفه بقى؟ اني لو قلت لك التي دي اضربها هناك بقت اوميجا تي بتساوي 2 باي، صح كده؟ ال 2 باي دي عباره عن ايه؟ ال 2 باي ده عباره عن انجل، انجل بالراديان، صح؟ يعني عباره عن ايه؟ زاويه معينه، زاويه اسمها 360 او 2 باي، 360 بالديجريز و2 باي بالراديان. ده عشان ايه؟ عشان دي تي كابيتال. طب لو خليناها ان جنرال تي سمول، تعال بقى نرجع لمعلومات قديمه برضه. ايه هي؟ ان الاوميجا دي معناها سرعه زاويه، يعني زوايا لكل زمن، زوايا بتتحرك على كل زمن. بقول لك انا بتحرك بمقدار 5 راديان لكل ثانيه. فاكر انت الحركه الدائريه؟ الحركه الدائريه كنا بنعملها، الحركه الدائريه ليها علاقه جدا بالساين والكوزاين، كان ده فايبريشن الف ب زمان. ارجع على القناه تلاقيني شرحه بالتفصيل. لما كنا بنتحرك على دايره كان البارتكل وهو هنا البروجكشن بتاعه على الارضيه عباره عن ايه؟ عباره عن الوتر ده، ولو انت دي زاويه يبقى الوتر كوزاين والوتر ساين، يديلك الارتفاع والعرض ده. فانت في علاقه ما بين السيركلر موشن وما بين الساين والكوزاين، حركه الساين سويد. فقلنا نربطهم بالعلاقه دي اللي هي اوميجا بتساوي ثيتا على تي. يبقى الاوميجا في تي، الاوميجا في تي هتكون حاجه بتقاس بزاويه بالراديان، بتقاس بالزوايا. يبقى من هنا ورايح لما تحب تجيب اي حاجه فيها زوايا بتقوم مستخدم بدلها اوميجا تي. لو شفت اوميجا تي يبقى كانك شايف زوايا. فهمت الفكره؟ طيب ايه اللي انا بقى هدف من كل الكلام ده؟ ارجع بقى للتيار المتردد. الفي بتساوي اقصى قيمه ليها مضروبه في ساين. الساين دي عباره عن ايه بقى؟ ساين الحاجه اللي بتحركني على الدايره، يعني ساين سيتا، سيتا اللي قدامك دي. السيتا دي ممكن نكتبها بطريقه ايه؟ بدلاله حاجه فيها فريكونسي، عشان احنا بنتعامل مع الفريكونسي وتايم في نفس الوقت، فنستخدم اوميجا تي. حلو قوي، ما تبقاش حافظه برده مش فاهمه وخلاص. يبقى انا لما اشوف من هنا ورايح الفولتج متردد وبشكل ساينوسويدال يبقى هيبقى بيساوي قيمه ماكسيم اللي هي الفي ماكسيم بتاعتي في ساين اوميجا تي. من هي الاوميجا؟ تقوم مفرع كده وانت بتذاكر تقول الاوميجا دي بتساوي 2 باي اف او 2 باي على تي. طيب مين التي ده؟ التايم، ده التايم ان جنرال، التايم عموما عند اي لحظه. لو بقى تي كابيتال، يعني لو بقى زمن دوره كامله، هيبقى ساعتها الاوميجا في التايم كابيتال دي بتساوي 2 باي. عرفتها منين؟ ارجع للقانون، اوميجا 2 باي اف او 2 باي 1 على تي. يبقى التي دي لو ضربتها في الاوميجا يتفضل لك 2 باي هنا. فهمت المبدا؟ كلام تافه، كلام بسيط جدا، جميل قوي. لحد هنا زي الفل. انت كده خدت ايه؟ انترو عن مش يعني فهمت يعني ايه تيار متردد المفروض، وفهمت شويه تفاصيل عنه. فاقلب كده نرمي الورق ده، هتلاقي انا كاتب لك شويه التفاصيل احنا لسه بنحكيهم دول موجودين. ايه اللي انا بقى عايزك تعرفه؟ فاكر لما قلت لك البي ام ام سي اي اللي احنا اصلا هنستخدمه في القياس النهارده وهنستخدمه في الحلقه اللي فاتت استخدمناه خلاص، بيتعامل بايه؟ بيخش له تيار، التيار ده بيسبب انحراف لمؤشر، يعني بيسبب حاجه اسمها ايه؟ ديفليكتنج او انحراف. ديفليكتنج، فاكر انت الديفليكتنج ده؟ الديفليكتنج بيتناسب مع ايه؟ مع التيار. جميل، التي ديفليكتنج تتناسب مع التيار. كل ما هتزود التيار اللي داخل كل ما يسبب انحراف، انحرافا اكبر للمؤشر. طب السؤال ده لما كان تيار قيمه 5 6 7 يعني كان دي سي، طب لما يبقى اي سي هيتناسب مع الافريج بتاعه. يا ممكن نعمم بقى الكلام، لان خلي بالك لو عمم ان جنرال ينفع نكتب الافريج على الدي سي وعلى الاي سي. ليه؟ لان في حاله الدي سي لو انت قيمتك 5 وثابته المتوسط بتاعها كام؟ برضه 5. فاهم الفكره ايه؟ فالقيمه هي نفس متوسطها لما في حاله لما يكون القيمه ثابته اساسا. يبقى ممكن نعمم الكلام ونقول ان الديفليكتنج بتاع او انحراف المؤشر بتاع البي ام ام سي اي بيتناسب طرديا مع التيار المتوسط. حلو قوي الكلام، جميل. ايه المهم بقى في الكلام هنا؟ تعال اقول لك. لما تيجي ترسم تيار متردد وتلاقيه بالشكل ده، وممكن يكون مكمل هنا، ده موجب وده سالب، المتوسط بتاعه كام؟ انت عارف يعني ايه متوسط اصلا؟ انا بسالك بقى سؤال الحاجات الاساسيات اللي محشش يعني كلام بسيط كده. يعني ايه متوسط؟ مجموع القيم على عددها. القيم انا لما جيت قلت لك اشتغل بالقيمه وسكت، هتقول لي طب ما القيمه هنا غير هنا غير هنا. كل بوينت من دول ليها قيمه معينه، ليها حاله كيس معينه. عند التايم الفلاني في قيمه فلانيه للجهد او للتيار، عند القيمه الفلانيه في قيمه ثانيه للتيار، عند الزمن الفلاني التيار عمال يختلف قيمه. فانا اعمل ايه؟ هستخدم اي قيمه منهم كده راندم مثلا؟ قال لك لا، هتستخدم متوسط هذه القيم عشان تبقى قيمه معبره عنها. فجينا نشوف نحاول اهو، قمنا ايه؟ قلنا مجموع القيم كلها على عددها.
طب الحبه اللي فوق دول قيم موجبه والحبه اللي تحت قيم سالبه، لو جمعت التوتال هيدي لك ان مجموع القيم بيساوي رقم ايه؟ بيساوي صفر، لان مجموع القيم اللي فوق قد اللي تحت فكنسلوا بعض. لما تيجي تقسم هيدي لك الافريج بايه؟ بزيرو، فمش هيحصل انحراف. او عايز تتكلم بدقه بقى، لا هو هيحصل انحراف ازاي؟ بص كده المؤشر اهو والتدريج بتاعك اهو، هتلاقيه عمل ايه؟ انت بتقول له اعمل لي سايكل زي دي 50 مره في الثانيه، عارف هيعمل ايه؟ هتلاقيه عايز تروح كده مره 2 3 4 5 في ثانيه واحده، يعني هيعمل ايه؟ هيقعد يتهز كده اهو، ومن كتر سرعه الهزازان هتحس كانه ما بيتحركش، يبقى هو كانه مش هيتحرك. ده ناهيك عن ان اصلا مجموع القيم بزيرو، يعني الافريج اصلا بزيرو، توتال الارقام اللي انت مديها له تخليه ما يتحركش اساسا. بس انا بفترض حتى لو حاجه شبه كده، بص لو حته كبيره فوق وحته تحت، حته كبيره فوق وحته تحت، برضه الافريج هيديني حاجه مش هعرف استخدمها، او مش هيديك زيرو بس مش هتعرف تستخدمه. ليه؟ لانك بتقول له اعمل لي 50 سايكل طالع نازل طالع نازل بسرعه عاليه جدا، فتلاقيه عمال يعمل ازاي؟ مش عارف يتحرك. الافريج هنا مش معبر، الافريج هيعمل لي ازمه، فلازم أنا اعمل حاجه بسبب تخلصني من السالب اللي عامل لي ازمه ده، تخليه لي كله مو انا عايز يحول لي السايكل اللي قدامي، يحول لي قصدي السيجنال اللي قدامي لحاجه كلها موجب، يرفعها لي كلها فوق، يخلي الجزء الموجب بس هو الموجود. ليه؟ لان السالب ده عامل لي ازمه، عامل لي ترددات، عامل لي سايكلز. لو مفيش سالب مفيش سايكلز، خلاص انت خلصت بقى، بالنسبه لك الموضوع كله اجزاء موجبه، فاقدر اتعامل معاها واجيب لها افريج واجيب لها كل حاجه. لكن الافريج هنا مديني زيرو اصلا. الافريج في الحاله اللي كانت فيها ساينسودا اللي احنا هنشتغل عليها في النهارده في الدرس كله، ساينسودا ان شاء الله، يعني كله ايه؟ عباره عن حته موجب وحته قدها سالب، حته موجب وحته سالب. فلو جيت تجيب الافريج او مجموع القيم على عددهم هيدي لك زيرو، مش هتعرف تتعامل معاها، هتلاقي المؤشر ما انحرفش. ما هو لو الافريج زيرو يبقى الديفليكتنج زيرو، مفيش تحرك، مفيش قرايه، مش عارف اقرا، الجهاز مش عارف استخدمه. فما الحل؟ قال لك حل بسيط، هنجيب حاجه ترفع علينا السالب ده فوق. ايه الحاجه دي؟ قال لك محتاجين شويه مقدمات. انا بقى بشتغل النظام ده، بص كاتب لك تحت اهو افريج ومش افريج والكلام ده، وبعد كده كلمتك شويه عن التفاصيل اللي هنعملها عشان نجيب الجهاز، وبعد كده اديتك حاجه اسمها المقدمات. تعال اقول لك التفاصيل بعدين اديك المقدمات. ايه التفاصيل اللي قلت لك في الاول دي؟ ان في حاجه اسمها احنا مشكلتنا ان القيم كتير، ان لما بترسم حاجه في الاي سي بتبقى داله مش قيمه ثابته. فمعنى انها داله يعني ليها اكتر من بوينت، بوينتس كتيره جدا. شفت شكل الساينسويدا كان عامل ازاي؟ دي قيمه ودي قيمه، عدد لا نهائي، عدد لا نهائي من القيم، عند كل تايم في قيمه معينه. فايه الحل؟ عايزين قيمه معبره. فجينا نشوف الافريج لانها مش معبر كويس، شيء مش معبر انك تقراه انت كيوزر. مش انا عايز افهمك زي ما في حلقه الفرد حاولت اني ما اطلعكش عرفت هم عملوا ايه، انا عايز اعرفك لو انت كنت مكانهم كنت هتعمل ايه، اللي هو تفكيرهم منطقي، احول لك البديهيات زي ما يقولوا. فلو انت عندك قيم كتيره جدا، التيار عمال يتبدل ما بينها ويروح ويجي ما بينها ويتغير مع الزمن، انا عايز قيمه معبره عن هذه القيم في مجموعها. فايه الحل؟ فكرنا اول تفكير كان نجيب الافريج، وهو معبر بس مش احسن حاجه. عشان كده عمرك ما تلاقي جهاز بيدي لك الافريج، مش حلو اساسا. يعني لما تروح المعمل مش هتلاقي جهاز بيقرا لك الافريج، مش هيظهر لك على الشاشه. احنا عايزين قيم معبره غايه في التعبير. ايه مشكله الافريج؟ ان الافريج مهما ياكل هتلاقي فيه حته فوق موجب وحته تحت سالب، حته فوق موجب وحته سالب، فممكن تلاقيهم قد بعض فيكنسلوا بعض، او تلاقي حته موجب كبيره مع حته صغيره سالب، فتلاقي برده الرقم التوتال بتاعه متشال منه حتت، تلاقيه مش معبر. ايه الحل؟ خلصوني من السالب، هو عايز يقول لك كده. فايه اللي خلصنا من السالب؟ هقول لك انا. كان زمان اهي. بص كلام بسيط قوي. حتت سالب من حتت موجب. عشان نتخلص منها قلنا يا جماعه السالب اللي تحت ده ربعه لي. يعني ايه ربعه؟ يعني لو دي سالب 2 خليها ايه؟ سالب 2 ربعها تبقى موجب 4 تطلع فوق. لو دي مش عارف ايه؟ ربع لي الداله كلها. لو دي في ربع الفي كلها. فايه لما تربعها يحصل ايه؟ كل السالب تحت يتقلب يبقى حاجه ثانيه، يبقى شكل اخر. هيتقلب، المهم انه يطلع في الموجب وخلاص. يبقى دي اول نقطه عملناها، قال لك ربع لي الفي. وقال لك اعمل ايه بقى بعدها؟ هات لي الافريج بتاع المربعات، يعني بعد ما انت ربعت هات متوسط القيم. هو متوسط حلو، بس مشكلتنا ان كان فيه سالب، فعشان نخلص من السالب قمنا رافعين كله فوق، خليناه كله موجب يعني ربعنا. لما ربعنا قلنا هات المتوسط، يعني ايه متوسط؟ مجموع القيم على عددها، وهنا نقف شويه. مجموع القيم ممكن يجاب بالسيجما، والسيجما في يوم من الايام كانت ايه؟ كانت بتجمع لي الحاجات الكبيره في الحجم، لما وصلنا للحاجات الانفينيتيسما الصغيره جدا، قلنا ما نجمعها بحاجه شبه السيجما على شكل حرف اس كده، تكامل. فالتكامل هو نفس السيجما، فكره مجموع القيم بنعملها بالتكامل. جمع لي الفي سكوير دي تي، يعني هات لي مجموع الفيهات سكويرات، في سكوير في سكوير في سكوير عند كل البوينتس اللي معايا. يبقى لما ربعت خلصت من السالب، ده بالترتيب المنطقي كده، يبقى اترفعت كلها فوق بقت موجب. جبت مجموع القيم اقسم على عددهم، يعني ايه؟ يعني على التي كابيتال. يعني هنجيب مجموع القيم من اول صفر للتي، يعني ايه؟ مجموع القيم في دوره واحده على توتال التايم بتاع الدوره، يعني مجموع القيم على عددهم، هي عددهم، عددهم هنا اللي هو التايم ده. عددهم يعني عدد البوينتس اوف تايم، عدد اوقات الحسبه، الاوقات اللي خدنا عندها قيم اصلا. لو خدنا عند 5 تايمز يبقى نحسب فوق 5 ايه؟
او 5 بوينتس اوف تايم هيبقى فوق معانا خمس قيم، نجمع مجموع الخمس قيم على مجموع الخمس اوقات هيدي لك ايه؟ هيدي لك متوسط. فطلع لك رقم حلو معبر بس كبير جدا، لان في سكوير ده انت بوص الدنيا، ده رقم لو كان 5 انت خليته 25، بص يا حلاوه، فمش معبر قوي، اللي هو معبر بس كبير. احنا اللي بنخترع الارقام دي، خلي بالك ما تقوليش انت يعني ما فيش حاجه في الحياه، ما تنزل في ارض الواقع مش هتلاقي حاجه ملموسه في الحياه كده اسمها في سكوير وكلام حاجه. كل شيء ده اصطلاحات احنا بنحاول نانديكيت عن ما هو كائن في الحياه في الواقع يعني. فقلنا الرقم كبير، طب ما تريح نفسك خد له جذر بقى. والله هو ده اللي حصل. طب والله هو ده اللي حصل، بس ربعوا عشان يخلصوا من السالب، جابوا المتوسط، لا المتوسط كبير، قام واخدين سالب، قام واخدين جذر او روت. اللي طلع ده سموه ايه؟ سموه القيمه الفعاله، لانه بقى ايه ده برنس، ده معبر فعلا عن توتال القيم. يعني اقدر اشيل السايكل دي واحط قيمه فعاله ليها، قيمه تشتغل مكانها، فاهم الفكره؟ وتؤدي نفس الوظيفه، بنسميها القيمه الفعاله او الفي ار ام اس. يعني روت مين سكوير، مين يعني متوسط، سكوير يعني مربعات، يعني متوسط المربعات بس اعمل له روت في الاخر، روت مين سكوير اهو، متوسط المربعات خدنا له روت في الاخر. جابوه منين ولا اي حاجه، قلنا عايزين قيمه معبره عن القيم المبعثره دي كلها، فعملوا له القانون ده. هدفي كل الرغي ده عشان تطلع يرسى في مخك الحاجات دي لما تتخرج كمان، مش بس ان انا خلصك من درسك، كنت ممكن اقوم رصص لك القانون وتحس انت في مخك في حد بيقول لك اللي بيحصل ده غلط، بس انت مضطر تسمع. لكن لما تفهم الحاجات دي بتريح الدنيا. دي اول نقطه. يبقى انت فهمت ان في حاجه اسمها الار ام اس، وظيفتها ان تعبر لي عن القيم تعبير مناسب. اما اقول لك في حبه قيم كتيره عند ازمنه مختلفه، شيلهم لي وحط لي قيمه مكافاه ليهم، تقول لي انا هجيب القيمه الفعاله، بنسميها الفي ار ام اس، الروت مين سكوير، او الاي ار ام اس، التيار اللي هو الروت مين سكوير اللي هو القيمه الفعاله. حلو قوي. يبقى انت كده خدت حاجتين لحد دلوقتي، القيمه اللي هي الانستنتينيوس، القيمه اللحظيه عند اي لحظه، زي مثلا ان اقول لك الفي بتساوي في ماكسيمم في ساين اوميجا تي، دي كده اسمها الفي اللحظيه، ودي اسمها ايه؟ الفي الماكسيمم. في حاجه انت خدتها جديده اسمها الفي ار ام اس. الفي ار ام اس معناها ايه؟ روت مين سكوير وتساوي جذر تحتيه متوسط للمربعات لاي حاجه بقى، مش شرط في، يعني ممكن تبقى الاي، ممكن تبقى اي حاجه، اي حاجه انت عايز تجيب لها روت مين سكوير اعمل لها نفس القاعده دي. جميل جدا. ايه تاني بقى؟ الافرج نفسه، عايزين المتوسط نفسه، قانونه ايه؟ مجموع القيم لعددها. خلصنا، خلصنا على فكره. الفي افرج هو مجموع القيم على عددهم. مجموع القيم يعني ايه؟ تكامل. مجموع القيم بدل ما نقول مجموع قيم السيجنال كلها، طب ده كبير، ده ممتد الله اعلم بقى لفين. فايه الحل؟ هنقول مجموع القيم بتاعه سايكل على توتال او عدد البوينتس اللي في السايكل، او زمن السايكل، زمن السايكل معبر عن عدد البوينتس اللي فيه. فهنقول مجموع القيم من صفر لتي، لتي كابيتال يعني 1 سايكل اهي، لفي دي تي اللي انا بعمله في دي تي على توتال البوينتس اللي هو تي، مجموع القيم على عددهم. يبقى تكامل من صفر لتي في دي تي على تي. كلام بسيط جدا. يبقى انت عرفت يعني ايه في افريج، وعرفت يعني ايه في ار ام اس كرولز عامه تنفع تشتغل بيها على اي داله اي داله انت عايزها. يعني الفي دي لو ساينوسويدال، لو سكوير ويف، لو كانت تراينجلر ويف اللي تحبه تعرف تشتغل بيه، لانك معاك رول عامه جنرال رول. وعرفت يعني ايه انستنتينيوس، وعرفت يعني ايه ماكسيمم اللي هي اعلى قيم ممكن الداله توصل لها لو هي بتالترنيت. لحد هنا احنا لسه ما دخلناش في تفاصيل الدرس اللي هي سهله على فكره، بس محتاجين بقى ايه نسكيب الحته اللي جايه دي عشان نخش فيها على طول، فركز معايا. طيب نرجع تاني. اللي انت وصلت له لحد دلوقتي انك عرفت قانون عام للافريج وقانون عام للار ام اس، وعرفت ان الافريج هو اللي الجهاز بيقراه، والار ام اس هو اللي احنا محتاجينه، هو القيمه الاكثر تعبيرا، هي المعبره بصوره كويسه. فايه الحل؟ حل بسيط جدا، يعني اخترع الجهاز معاهم. قال لك الكلام بسيط، مش الجهاز بيقرا الافريج وانا عايز الار ام اس فهنضحك على الجهاز. ايه هو؟ هنعمل تدريج، والتدريج ده هيبقى فيه بوينتر كده، البوينتر ده بتاع الجهاز، الجهاز هيخش له التيار الافريج يقرا لي القيمه الافريج بتاعتي اللي هي مثلا في افريج. جميل. يبقى ده تدريج للفي افريج. طب انا مش عايز الفي افريج، انا مش عايز، انا كيوزر مش عايز يظهر لليوزر القيمه الافريج انها مش معبره تعبير كويس. الكوبس بتاعك في البيت ما بيقراش الافريج، مش معبر قوي، لان في سالب في الموضوع كان بيكنسل لي حبه قيم. فالحل ايه؟ عايزين الار ام اس، هي الار ام اس هي الاكثر تعبيرا. فقال لك اعمل تدريج ثاني للار ام اس. ار ام اس اهو الفي ار ام اس، وداري ده كله جوه ايه؟ جوه الجهاز، ما تخلوش يظهر اصلا، ما تعملش تدريج اساسا للافريج، انت خليه بس يقرا الافريج هو يقراه، والباقي كله داري، واظهر له هو الار ام اس بس، اظهر لليوزر الار ام اس فقط. طيب هيظهر له ازاي الار ام اس اذا كان الجهاز بيقرا الافريج؟ يبقى محتاجين علاقه ما بينهم، يعني محتاجين نقول لو قرا، لو الجهاز قرا 5 افريج يبقى هي كام ار ام اس عشان اظهرها لليوزر.
ولو قرا 10 افريج يبقى هي كام بالار ام اس عشان احطها ساعتها لليوزر. يبقى انا هظهر لليوزر او للمستخدم او اللي هي الريد قراءه الجهاز. لما يجي يقول لك في الامتحان اوجد الريد اللي هتطلع او الريدنج اوجد قراءه الجهاز، يعني بيقول لك هات الار ام اس في حاله البي ام ام سي اي في حاله اللي بنتكلم عليه دلوقتي. يبقى انت تقريبا مبرمج الدنيا في مخك ان انا الجهاز بيقرا افريج وانا بحوله او بخليه يظهر اليوزر في صوره ار ام اس. عن طريق ايه؟ عن طريق اني ببرمج الجهاز بظبطه، بعمل معايره ان لما يكون 5 اديله كذا، لما يكون 7 حط له كذا، لما يكون 8 حط له كذا. طب اعملها على كل رقم؟ قال لك لا، هو في حاجه في علاقه ثابته بين الاثنين دول. اجيبها ازاي العلاقه دي؟ سهله، انا عايز اعرف الفي ار ام اس بتساوي كام من الفي افريج. ايه ده وانا مش عارف ان هو رقم؟ يا عم افترض ان هو رقم، هو رقم انت هيطلع ان شاء الله رقم ثابت ما تقلقش. يبقى هي الفي ار ام اس في رقم معين لو ضربته في الافريج يحولها للار ام اس. كام بقى الرقم ده؟ على حسب نوع الداله، ركز في الكلام ما تحفظهمش، على حسب نوع الداله. لو هي ساين هيتحفظ، طيب لو ان جنرال لا ما بيتحفظش. اسمه بقى اسمه الفورم فاكتور، اسمه الفورم فاكتور او السكيل فاكتور، معامل السكيل. المعامل بيعمل لي اللي بيظبط لي التدريج، اللي بيحول لي التدريج من كونه او من كونه افريج الى كونه ار ام اس، الى كونه ار ام اس، ان هو يتحول لشكل ار ام اس مش كونه اللي هو اوستيت بقى. دي حاجه ثانيه. حلو، يبقى الفي ار ام اس هشوف هي بتساوي كام مضروب في الافريج. فهمت قصدي ايه؟ طيب اجيب الرقم ده ازاي بقى؟ هنسميه اف، هنسميه اف دوت اف كده، يعني فورم فاكتور. نجيب الفورم فاكتور ازاي؟ فورم فاكتور عشان تجيبه في طرف كده محتاج تعرفه، ده هيختلف لكل داله حسب السيجنال اللي طالعه لي. السيجنال نوعها سكوير ويف ولا نوعها ريكتانجلر ويف ولا نوعها مش عارف ساينوسويدال، هتختلف. احنا عايزين ندرسها بقى، فهنقوم قايلين هي ان جنرال الفي ار ام اس على الفي افريج، هو ده القانون بتاعها صح كده؟ لسه جايبينه من هنا، كلام بسيط. طيب بتساوي كام بقى؟ قال لك محتاجين نشوف كل واحده من دول على حسب الويف اللي احنا شغالين بيها بتساوي كام. يعني ايه؟ لو هي ساينوسويدال هتشوف الفي ار ام اس في حاله ساينوسويدال بتساوي كام، وفي حاله والافريج في حاله ساينوسويدال بتساوي كام، وتقسمهم على بعض هتجيب الفورم فاكتور. ايه لازمته؟ طلع معاك مثلا يعني 1.11، عارف ايه لازمه الرقم ده؟ التدريج اللي هيتعمل هنا لو التيار المتوسط اللي داخل او لو الجهد المتوسط اللي الجهاز قراه اللي هو الفي افريج يعني كانت 5، يبقى انا هظهر للمستخدم بره 5 في 1.11 1.11. طب لو هو الجهاز قرا 6 6 بالافريج اهو 6، يبقى انا هظهر للمستخدم 6 في 1.11. مين اللي بيطلع للمستخدم بره ده او اللي هو بيشوفه فعلا كقرايه او الريد اللي بتطلع له فعلا؟ دي الار ام اس، دي اللي هو القيمه المعبره، القيمه اللي انا بقدر استخدمها في حياتي اليوميه، اللي احنا بنستخدمها في كل القوانين وفي كل حاجه بنستخدمها حرفيا. لكن الافريج مش حلوه مش معبره، فجبنا حاجه تحولنا من دي لدي. فهمت الجهاز شغال ازاي؟ جهاز بسيط قوي. يبقى ايه الدور اللي هتعمله دلوقتي؟ هيقول لك انا الداله الويف اللي جايه لي نوعها كذا، احسب لي الفورم فاكتور او صمم لي جهاز. شوف انا بقى عامل لك المساله اهو مش مجرد امتحان، صمم لي جهاز الويف اللي هتخش له السيجنال بتاعها نوعها كذا ساينوسويدا. هتقوم جايب الفي ار ام اس في افريج بالقانونين اللي في الصفحه اللي فاتت اللي هم دول التكاملين دول، تبقى فاهم يعني ايه ار ام اس روت مين سكوير، وتبقى فاهم يعني ايه افريج مجموع قيم العددهم، تحسبه وتحط مكان الفي هنا شكل الداله وهنا شكل الداله، وتحسب يطلع لك مثلا بخمسه وده بسبعه، تقوم قاسمهم على بعض جاب لك الفورم فاكتور. فهمت الفكره؟ طب في منهجنا احنا بقى ايه اللي المفروض تكون حافظه؟ مش هيقوله لك حاله الساينوسويدال، هو ده المفروض تكون حافظه زي اسمك. تعالى بقى نحسب الفورم فاكتور ده في حاله الساينوسويدال. تقول لي ثانيه واحده، هو انت مش لسه قايل لي اساسا ان لو جيت احسب الافريج هيطلع لي مشكله وهي ان في اجزاء سالبه تحت؟ فايه الحل؟ عايزين نخلص من السالب ده عشان بعد ما تخلص من السالب اجيب الافريج. ركز في الكلام، الافريج لو جبناه وهو كده هتلاقي في جزء موجب وفي جزء سالب، هيكنسلوا بعض درجه زيرو. يا فرحتي ما كده مش افريج، فبالتالي لو جبت اي رقم وقعدت اضربه في الافريج هيفضل زيرو زي ما هو. فانا عايز اعمل ايه؟ ارفع الرقم ده فوق اخليه بالموجب وبعدين اجيب الافريج. يعني ايه ارفعه فوق؟ يعني اخلي كل السوالب اللي تحت مش موجوده اتخلص منها. فهنا نعمل حاجه اسمها تقويم او ريكتيفيكيشن. ريكتيفيكيشن تقويم، عمليه تقويم يعني ايه؟ يعني عمليه ازاله لكل القيم السالبه، بس بشيلها وخلاص؟ لا، بنشوف بقى هنشيلها ازاي. ايه الحاجه اللي بتشيلها لي؟ بنسميها ريكتيفاير، احفظ الكلمات دي هتفرق معاك، بنسميها مقوم ريكتيفاير. حلو، ريكتيفاير المقوم ده هو بنسميه مقوم، بيعمل عمليه تقويم. يعني ايه تقويم؟ يعني بيشيل الاجزاء السالبه. بيشيلها ازاي؟ ده اللي هتعرفه. في نوعين منه، كل شويه هفكرك هنعمل ده كله ليه عشان هو كلام بسيط، فهرسم لك خريطه في مخك كده. الريكتيفاير ده في منه نوعين، يا اما هاف ويف ريكتيفاير او المقاوم النصفي او النصف الموجه، وفي فول ويف ريكتيفاير. حلو قوي، في نوعين ده اللي عليك في المنهج، الهاف ويف ريكتيفاير وفي فول ويف ريكتيفاير. القصه دي طويله جدا بس ده اللي عليك في المنهج.
جميل. ايه وظيفه الريكتفاير؟ عايز يخلصني من السالب. طب السؤال يخلصني منه ليه؟ عشان اقدر احسب الافرج. طب انا بحسب الافرج ليه؟ عشان الجهاز يقراه، وبعد ما يقراه اقوم ضربه في رقم يعرضه لي في صوره ار ام اس. الرقم اللي بضربه فيه ده ببدا احدده بقى على حسب نوع الداله، يبقى رقم معين رقم ثابت بيحول لي من افرج لار ام اس، عشان انا محتاج في حياتي اليوميه مين؟ الار ام اس. شفت الخريطه سهله قوي. يبقى ببساطه جدا الجهاز هيقرا افرج، بس الافرج ما ينفعش يكون فيه سالب هنا، بيطلع قيمه مش مظبوطه. فاحنا هنجيب الافرج بس بعد ما نقلب السوالب دي، ما نبوظها خالص، ما نشيلها. اشيلها ازاي؟ باستخدام الريكتفاير. هيا بينا بقى نجيب الريكتفاير اللي هيشيل لك السوالب عشان تعرف تحسب الافرج، عشان تعرف تضربه في الرقم الثابت فيتحول ل ار ام اس، ويبقى انت حققت غرضك من الحياه وتروح تنام بعد. ايه النوع الاولاني؟ قال لك هو نوعين، هاف ويف ريكتفاير فول ويف ريكتفاير. الهاف ويف ريكتفاير اختصاره كده اتش هاف ويف دبليو ريكتفاير حرف ار كده، هو ده عشان لما تلاقيه في الامتحان مديهولك تبقى فاهمه برضه. الاتش دبليو ار بيعمل ايه؟ ده دايره معينه، هنكون دايره بدل ما السيجنال بتخش مباشره على البي ام ام سي اي، مش هدخلها على البي ام ام سي اي مباشره، عاملها عمليه ايه؟ تعديل، هحطها في دايره كده تظبط لي الدنيا. يعني ايه؟ عايز دايره معينه تشيل السوالب، ما تخليش في سوالب. ايه الدايره دي؟ محتاجين تعرف اليمنت جديد، زي ما انت خدت الريزيستورز او المقاومات، خدت السورسز بانواعها، خدت مش عارف، هندي لك بقى نوع جديد من الاليمنتس او الاجزاء الالكترونيه بيعمل ايه وظيفته؟ يقدر يخلصني من الاتجاه المعاكس. يعني ايه؟ يعني هيمشي لي التيار في اتجاه ويمنعه انه يمر في اتجاه المعاكس، يمشي لي يسبب اتجاه الجهد في اتجاه معين، بولاريتي معينه، ويمنعه في الاتجاه المقابل او المعاكس لها. ايه الشيء ده؟ اسمه دايود. دايود او دايود دايود او بنسميه ثنائي المسار، ثنائي المسار او الثنائيات بيسموها كده، دايودز او اللي هي الثنائيات. بيعمل ايه الدايود ده؟ ده حاجه زي المقاومات والبطاريات ومش عارف ايه. اليمنت جديد بيعمل ايه بقى وظيفته؟ شكله اولا كده. الاليمنت ده احنا اخترعناه وصممناه من جوه عشان يؤدي او يلبي الوظيفه اللي احنا عايزينها، وهي ان لان نفسنا محتاجين في اوقات ان نعدي حاجه في اتجاه ونمنع مرورها في اتجاه المقابل، اتجاه رايح مش راجع، رايح فقط. يبقى هو اي التيار لو جاي ماشي هنا هيعرف يعدي او يعرف يمشي كده في اتجاه السهم، في اتجاه المثلث ده يعرف يمشي. لكن لو هو جاي راجع، لو قلبت البولاريتي بتاعت البطاريه اللي هنا مثلا، هل التيار يعرف يرجع؟ لا، هيلاقي حته صد في وشه مش هيعرف يرجع. فالرمز معبر جدا. فلما من هنا ورايح تلاقي شكل الدايود ده، اعرف ان هو بيعدي كده الحاجه ويمنع مرورها في الاتجاه المعاكس. طيب يعني ايه بيعديها؟ يعني بيشتغل، لو هي لو التيار جاي له كده هيشتغل مع التيار ده وكانه شورت سيركت. طيب لو جاي له في اتجاه المعاكس هيعديه، يعني شورت سيركت هيعديه، هيبقى كانه مش هيبقى كاني سلك عادي خالص. او ساعات بيبقى عشان ابقى دقه في الكلام بيبقى كانها مقاومه صغيره جدا. فالمهم ان التيار هيعدي، يبقى كانه ايه؟ شورت سيركت. طب لو التيار جاي له في الاتجاه المعاكس هيشتغل وكانه اوبن سيركت، اهو هيلاقي في فتحه مش عارف يعدي، هيشتغل وكانه، عشان لما يجي لك السؤال ايه اختر ولا حاجه. يبقى لو التيار جاي لك كده مش هيعرف يعدي، يعني هي ايه؟ هيقابل قدامه اوبن سيركت. طب لو جاي لك في الاتجاه بتاعك الاتجاه الطبيعي اللي هو اتجاه السهم، هيقابلها كانها شورت سيركت. يبقى هو بيسلك سلوك معين حسب اتجاه التيار، لو في اتجاه المرور بتاعه بيعديه، يعني بيشتغل وكانه شورت سيركت، لو في اتجاه المعاكس ما بيعدوش، بيشتغل وكانه اوبن سيركت او دايره مفتوحه. فهمت؟ ده الدايود. ايه علاقه ده الدايود ده بعمليه الريكتيفيكيشن؟ هو ده اساس الريكتيفيكيشن. مش انت قلت ريكتيفيكيشن يعني عايز اعمل تقويم، يعني اشيل الجزء السالب؟ يعني عايز حاجه تخلي الموجب يعدي والسالب لا، بس بسيطه. بس بقى نوعين، في هاف ويف وفي فول ويف. واحد منهم اللي هو الهاف ويف هيشيل السالب بس خلاص، هيمحيه، هيجيب استيكه ويشيله ولا كانه موجود. وواحد تاني اللي هو الفول مش هيشيله، لا ده هيرفعه فوق يخليه موجب. فهمت الفرق بين الجوهريه بين الفول والهاف؟ الهاف هيشيل السالب ويمسحه وخلصت ويخلي لي الموجب بس اللي فوق مكانه، لكن الفول هيخلي الموجب مكانه والسالب يرفعه ويخليه موجب، عشان كده اتسمى فول. طيب تعالى بالتفصيل بقى. الهاف ويف ريكتفاير الاولاني اهو، هاف ويف ريكتفاير جاي لي ويف بالشكل ده اهي، هنكملها كده. الويف دي هعمل لها ريكتيفيكيشن او هدخلها على دايره الهاف ويف ريكتيفيكيشن، فهتطلع لي من الناحيه الثانيه ازاي؟ هيطلع الموجب موجود والسالب متشال، الموجب موجود والسالب متشال، يعني هتطلع بالشكل ده، حته فاضيه حته فاضيه، السالب اتمحى اتشال خالص ما بقاش موجود. طب ده دايرته، اتفكر يعني تظن ان دايرته هتبقى عامله ازاي؟ حاول تفكر فيه باستخدام الدايودز، سهله جدا. عندي مصدر وليكن، لا مش مستمر، مصدر متردد، يعني البولاريتي ممكن تتقلب رايح جاي، ممكن تبقى مره موجب وسالب، مره تبقى سالب وموجب. مش عارف الموبايل بقى له فتره بيعلق كده وهو شغال. المهم حلو، هحط هنا
دايود واحط هنا الجهاز بتاع القياس بتاعي اللي هو البي ام ام سي اي. ايه اللي انا عملته؟ هو ده دايره الهاف ويف ريكتيفاير، هي دي الهاف ويف ريكتيفاير. ايه فايدته؟ لو البولاريتي كده يعني الجهد هيبقى ماشي في الاتجاه ده، ده لما يكون البوزيتيف سايكل او النص اللي فوق البوزيتيف هاف سايكل هيبقى ماشي ايه؟ ماشي كده كده كده، هيعدي منه ويشتغل طبيعي جدا، هتلاقي فيه النتيجه طالعه لي عادي، فيبقى الجهد بتاعي ايه؟ هنا هيسيب موجب وهنا سالب، يعني كان داخل جهده عالي المقاومه قللت الجهد خرج سالب. يبقى شكل الجهد اللي على طرفين الجهاز، يعني اللي الفي اللي الجهاز هيقراها هي نفس الفي اللي كانت هنا، يعني نفس الشكل، نفس الشكل موجب موجب، فهيطلع ايه؟ هيطلع الموجب اللي كانت داخله هيجي السيجنال اللي داخله ودي السيجنال اللي خارجه، خارجه زيها بالظبط. طب لو فرضنا ان احنا قلبنا البولاريتي بقى، يعني النص السالب بتاعي اللي هو النص ده البولاريتي اتقلبت، يبقى هنا سالب وهنا موجب، يبقى التيار ماشي تحت كده، هيجي التيار ماشي 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 كل ده ماشي، يجي يقف ايه؟ يجي يعدي من الدايود يقول له لا مفيش تعديل، فيمنع مروره، يعني ايه؟ ولا كان ليه وجود، شورت سيركت اوبن سيركت مفتوح، فهتلاقي ايه؟ ولا اي حاجه، كان داخل لي سيجنال مفيش حاجه على مكانها، السالب بتاعي ده اتمحى، ما بقاش ما عرفش يعدي. وهلم جرى بقى تعيد السايكل اللي وراها، تلاقي الموجب يعدي والسالب مفيش، يتمحي، الموجب يعدي والسالب يلاقي مفيش، ما هو التداعي عملت ايه؟ الترنيت، عماله مره تبقى موجب مره تبقى سالب، المصدر هو نفسه اللي عمال البولاريتي تختلف، لما بيكون موجب بيعدي لي، لما بيكون سالب بيجي يعدي ما يعرفش، يرجع يبقى موجب يعدي سالب ما يعرفش، موجب يعدي سالب ما يعرفش. بس هو ده باختصار الهاف ويف ريكتيفاير. ايه اللي محتاج اعرفه؟ تعال اقول لك محتاج تعرف ايه. محتاج تحسب الفي ار ام اس في حاله الهاف ويف ريكتيفاير، محتاج تحسب الفي افريج في حاله الهاف ويف ريكتيفاير، محتاج تقسمهم على بعض عشان تجيب الفورم فاكتور وتكون الجهاز. ده هيبقى بتاع الافريج وده بتاع الار ام اس، ده هيتدرى جوه العلبه مش هنشوفه، والمؤشر هيبقى طالع كده يشير لي على الار ام اس اللي انا محتاجها عشان هي دي المفيده في حياتي انا الشخصيه يعني. طيب الفي ار ام اس محفوظه، بدل ما اقعد احسبها لك احسبها انت من القانون، روح كده هات اعمل جذر وحط تحتيه انتجريشن من صفر لتي، وحط بدل الفي هنا بقى حط ايه؟ في ماكسيمم في ساين اوميجا تي دي تي، واقسم كله على تي واقعد احسب التكامل ده، اما تخلص يبقى قول لي بقى. حلو، هيطلع لك في الاخر ان هو بيساوي في ماكسيمم على جذر 2، وده انت خدته زمان، ده بالذات مش عامله لك، ده انت خدته زمان، في ماكسيم على جذر 2، الفي ار ام اس لاي داله ساينوسويدال بتساوي في ماكسيم على جذر 2، ركز ساينوسويدال، ممكن تبقى حاجه ثانيه وممكن يبقى قيمه الار ام اس حاجه ثانيه خالص ساعتها، ولكن في الساينوسويدال بتساوي في ماكسيم على جذر 2. طب الفي افريج مش عارف اسمعها لك، لا دي تثبتها انت بقى، سهله. الفي افريج تكامل من صفر لتي في ماكسيم ساين اوميجا تي دي تي على تي، حط الواحد على التي دي بره، يعني بدل ما نقول مجموع القيم على عددهم وعددهم ده هو تي حطها تحت، لا حطها بره هنا واحد على ده كده اللي هو الفي افريج. عايزين نعرف قيمتها بكام؟ سهله، تعرف تكامل التكامل ده؟ تقول لي ما مش عارف اكتبه على الاله ازاي يعني؟ اقول لك سهله، اضرب هنا في اوميجا وهنا في اوميجا، حصل حاجه؟ ما هو ده ثابت وثابت هيكنسلوا مع بعضهم صح كده؟ بس ايه اللي حصل؟ واحد على اوميجا تي كابيتال، اوميجا تي كابيتال دي يعني كام؟ يعني 2 باي، مش عارف بتقول لك الاوميجا تساوي 2 باي اف او 2 باي على تي، يبقى اوميجا في تي ب 2 باي، يبقى واحد على 2 باي انتجريشن من صفر، سيبك من صفر لحد خليها بس في اللي جوه، في ماكسيمم اوميجا في دي تي، دي اسمها ايه؟ دي سيتا، مش انا كنت قايل لك الاوميجا عباره عن دي سيتا على دي تي، فاكر؟ معدل تغير الزاويه بالنسبه للتايم، السرعه الزاويه انجلر فيلوسيتي زوايا بالنسبه للتايم، سهله. يبقى اوميجا في دي تي هي دي سيتا، شيل هنا وحط دي سيتا، يبقى الساين بدل ما كان قدامها اوميجا تي هيبقى قدامها ثيتا، بدل ما كانت من صفر لتي هتبقى من صفر لايه؟ لاوميجا تي، يعني من صفر ل 2 باي، يعني دوره كامله. بس السؤال، سؤال غايه في الاهميه، مش احنا قلنا بنحسب الافريج، عشان كنت هتغلط دلوقتي، مش احنا قلنا بنحسب الافريج بعد ما عمل بعد ما شلنا السالب؟ لا لا اكيد تعالى في الحته دي، لان السالب هو موجود كان مبوظ لي قيمه الافريج، كان في سالب تحت، فاحنا شلنا السوالب كلها عملنا ريكتيفيكيشن وبدانا نحسب الافريج، فيبقى بعد الريكتيفيكيشن اللي بنحسب ليه الافريج ده بقى الشكل كده صح؟ فمن صفر لباي، من صفر من صفر لحد باي هنا اهو دي الثيتا، حلو؟ من صفر لباي في دل اللي هي الساين دي موجوده، لكن من باي ل 2 باي مفيش ساين، مفيش دل اصلا، فانت ازاي تعمل لي من صفر ل 2 باي؟ اقول لك لا، من صفر لباي واحده بس، ركز في الكلام. ليه قلنا من صفر لباي؟ لان الداله دي اصلا مش موجوده غير في اول جزئيه من صفر لباي، في نص سايكل، لكن النص الثاني اتمحى، ده كان سالب واتشال، لكن لو حطيتها من صفر ل 2 باي هيدي لك النتيجة صفر، اللي هو الافريج قبل الريكتيفيكيشن. احنا عملنا ريكتيفيكيشن، يعني ايه؟ شيلنا السوالب. فالافريج احفظ الكلام وافهمه، الافريج تحسب بعد الريكتيفيكيشن، ده اصلا احنا عملنا ريكتيفيكيشن عشان نعرف نحسب الايه؟ الافريج، لان قبلها كان الافريج مديني زيرو، فهمت الفكره ايه؟ يبقى من صفر لباي في ماكسيم في ساين دي سيتا، تقوم جاي بقى مخرج الفي ماكسيم بره
وتحسب تكامل ساين اكس من صفر لحد ايه باي، وتكون شغال على الراديان، هيدي لك 2، تقوم طالع مع الاثنين دي ويتفضل لك في ماكسيمم على باي. مين دي؟ دي الفي افريج في حاله بعد ما عملنا ريكتيفيكيشن هاف سايكل اللي هو هاف ويف ريكتيفيكيشن. يبقى الفي افريج ده في كل ده انا شغال فيه ده في حاله الهاف ويف ريكتيفاير بيساوي في ماكسيمم على باي. اهي طلع 2 لو مش مصدقني، الاثنين كنسلت الاثنين في المقام اتفضل لك في ماكسيمم على باي. عايز تحفظها احفظها بس انا يعني براحتك. الفي ار ام اس زي ما قلنا فوق بتساوي في ماكسيمم على جذر 2، في ماكسيمم على جذر 2. خلاص جبنا اول حاجتين، ايه الحل؟ ايه اللي ناقصنا؟ اقسم ده على ده عشان نعرف نصمم. احنا دلوقتي بنصمم جهاز قاعدين مكان العلماء بتوع زمان. اقسم ده على ده هتجيب الفورم فاكتور، يعني هتجيب ده بيساوي كام في ده؟ قسمناهم على بعض لقينا العلاقه طالعه بالشكل ده، في ار ام اس بتساوي ده هاف ويف يبقى 2.22 في في افريج. اقسمه مجرد، اقسم كده ده على ده، اقسم ده على ده، هتلاقي ان هيطلع لك في الاخر 1 على جذر 2 مقسومه على 1 على باي. ما هو في ماكسيم هتروح مع في ماكسيم، وتفضل الكسر اللي هنا مقسوم على الكسر اللي هنا. اعمل الرقمين دول بقى على بعض هتلاقيهم طلعوا 2.22، اهو حط فوق 1 على جذر 2 وتحت 1 على باي طلع 2.22 تقريبا يعني. فاهم الفكره؟ ايه الرقم ده؟ ده الفورم فاكتور. يعني ده الرقم اللي هنضرب فيه الفي افريج اللي الجهاز هيقراها عشان تطلع لنا الرقم اللي هنظهره لليوزر او للمستخدم. تقدر تصمم الجهاز اهو، صممنا الجهاز. ده البوينتر. ده هنخبيه جوه العلبه بتاعت الجهاز، وده اللي هيظهر للمستخدم، ده الار ام اس. وده الافريج. لو الافريج مثلا بخمسه يبقى اللي هنا هيبقى بكام؟ 5 × 2.22. دي الار ام اس، ده اللي انا محتاجها في الحياه العمليه، هي دي القيمه الفعاله، القيمه المعبره اللي احنا قعدنا نعملها بقالنا كتير دي. طب لو هو قاري، لو المؤشر ارى 6 مثلا او 16، خليها رقم بعيد شويه كده، هيبقى هنا 16 × 2.22. هيظهرها له على طول بقى رقم عموما على طول، مش هيعرفه اي حاجه غير كده، هيديله رقم نهائي 5 × 2 اللي هي 10 وحاجه دي. فاهم الفكره؟ بس كده، مش 10 وحاجه هتبقى، تعالى اشوفها لك كده، 2.22 5 11 و1 من 10، هيحط له هنا 11 و1 من 10، خلصنا. يبقى انت من هنا ورايح هتلاقي الجهاز قدامك مدي لك رقم، الرقم ده حصلت بروسس ضخمه جدا عشان يطلع الرقم ده، ولكن في الاخر هي بسيطه. فهمت الفكره؟ الافريج ما عرفناش نحسبه غير لما طيرنا السالب، يعني عملنا ريكتيفيكيشن، بعد كده حسبنا الافريج، بعد كده ضربناه في رقم عشان يدينا الار ام اس. شكرا، هو ده الهاف ويف ريكتيفاير. تعرف تجيب الفول ويف؟ نفس الطريقه بالملي. ايه هي بقى؟ تفهم الاول ايه هي دايره الفول ويف ريكتيفاير. شيل الورق ده كله زي ما قلت لك، مقدمات ونتائج وقصه طويله. كل ده كاتبه لك عشان لما تحب تذاكر انت مع نفسك. كل ده شرحناه دلوقتي. بس الفرق بقى كاتبه منظفه شويه. فول ويف بقى. وخلي بالك من حته، الافرج اللي قلت لك عليها فاكرها عشان لما تيجي تحل مع نفسك، انا هحل ان شاء الله معاك الحلقه الجايه ما تقلقش يعني، او في الحلقات الجايه هنحل. فلو انت هتحل مع نفسك يعني، الفي افرج مش كنا بنقول مجموع القيم على عددهم؟ اه، اللي هي 1 على تي في تكامل من صفر لتي الفي دي تي، صح كده؟ التكامل ده معناه ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف، لو مدي لك الكيرف بتاع في مع تي يبقى والكيرف مثلا شكله كده اهو اي حاجه، يبقى الاريا اندر ذا كيرف ده هو ايه؟ هو التكامل. لو طب هنا ما اعرفش احسبها، هنا اعرف اعمل التكامل، لكن في حاجات اعرف اعمل الاريا اندر ذا كيرف، زي مثلا لو كانت كده اهو، صح؟ لو انا عايز الحته دي الاريا اندر ذا كيرف سهله، الطول في العرض اهو، الطول في العرض، فتقوم جايب الاريا اندر ذا كيرف. فهمت الفكره؟ مش محتاج تعمل ساعتها التكامل، هو التكامل هو الاريا اندر ذا كيرف اساسا. الفول ويف بقى اللي بقول لك عليها دايره، عملناها ليه؟ عشان انت اكيد جه على دماغك فكره اني ليه امحو السالب؟ ما انا عايز اطلعه فوق عشان استغله، بدل ما السايكل باخد نصها ونص تاني ارميه، لا انا عايز استخدم كل السايكل، عايز استخدم كل السيجنال اللي جايه لي. فايه الحل؟ قال لك هجيب هلعب بالدايودز. اللعبه دي مش قصتها خالص تفهمها، هحاول افهمها لك برضه بس مش ما توجعش دماغك فيها. هنلعب بالدايودز دي اللي بتعدي التيار في اتجاهها وتمنع مروره في الاتجاه المعاكس، هنرتبهم ترتيب معين كده بحيث النتيجه النهائيه اني يعدي لي الموجب زي ما هو والسالب يقلبه ويعديه لي الموجب برضه. طب انا بعمل ايه في الكلام ده؟ بشوف الرصه اللي قدامك دي، هو ده الفول ويف ريكتيفاير، هو ده اللي اكتشفوه هم بقى. يعني انت ممكن تقعد تالفه مع نفسك بس هتاخد وقت، هو ده التاليفه. بريدج عملوا قنطره كده قصه. جرب كده، حط مثلا ده من سالب لموجب، هيبقى ماشي ازاي كده؟ هيجي هنا، يجي يتفرع، يمشي فين؟ لو دخل هنا حرة سد يبقى يوم ماشي كده.
ليه؟ لان اكن دي اوبن سيركت مش عارف يعدي فيها، يوم داخل هنا يجي هنا قدامه الطريق ده وقدامه حرس هدى، يوم داخل الطريق ده طيب يجي هنا يرجع تاني، ايه هنلف في لوب احنا ولا ايه؟ لازم نقفل، لازم نقفل الدايره، فيقوم ماشي كده عشان ما حدش يجي هنا يقول لي ما قدامي الطريقين سالكين، اقول لك لا هنا هتقوم داخل تقعد تلف جوه نفسك ولا ايه؟ الكلام او ترجع يبقى الطيار هنا مره رايح وبعدين ترجع له، مفيش فرع يمشي فيه طيارين في عكس بعض، ده اي كلام ده فاهم؟ فانت قدامكش غير السكه دي، هتقوم ماشي هنا تيجي هنا بقى، هل تقوم راجع كده؟ رد على نفسك، هل تقوم راجع كده؟ لا اقفل إيه بقى الدايره، ما انت لو رجعت كده هتقوم داخل في نفس المشكله، اخش هتقوم داخل هنا وتقوم جاي لافف راجع لافف راجع، لازم في مره تقوم كاسر دي تقوم داخل هنا، يعني فاهم الفكره؟ فانت دايما بتمشي في السلك اللي انا ما مشيتش فيه بالبلدي كده، فهتيجي هنا تقوم ماشي كده تقوم قافل الدايره، يبقى ايه اللي انت مشيت فيه؟ ركز في الكلام كده اهو، كده 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 شكل الايه الزد دي، شكل حرف الزد ده والدايره بعدها، يبقى تقوم راسم الدايره كده على جنب، ادي المصدر ادي الشكل اهو، ما هو طالما مشيت فيه بقى كانه شورت سيركت، هو دي الدايره يا صديقي العزيز ار ام، مش التيار ماشي كده؟ اه يبقى هنا موجب وهنا سالب وهنا سالب موجب، صح كده؟ يبقى سالب موجب وهنا موجب سالب، يبقى لو انت اسمه ايه؟ لو انت جيت تشوف تاثير العمليه دي على الجهد اللي جاي، الجهد اللي جاي كان سالب موجب، الموجب ده عمل ايه؟ ساب موجب هنا وخرج سالب، يعني ايه؟ كان داخل جهده عالي خرج جهده قليل، يعني كان ماشي طبيعي، يعني مشي صح، يعني الجهد فضل زي ما هو، لو كان داخل نص الفوقاني خرج نفس النص الفوقاني، لو كان داخل موجب كده خرج موجب كده برضه، ما حصلش مشكله، دي اول هاف سايكل، اول نص دوره. طب يعني ايه اقلب دول بقى؟ هتقوم جاي هنا قالب دول، تخلي موجب تحت وسالب فوق، شو بيالترنيت؟ تعال نشوف اقلب كده هيبقى ازاي؟ هتلاقي التيار ماشي لتحت. اه السالب موجب بيقوم ماشي كده، البطاريه الطبيعيه يعني، المفروض الكلام ده قديم سيركتس يعني. وعيني في ناس قال انها ناسيه السيركتس، بس انا السالب موجب بيقوم ماشي كده، بيمشي من السالب للموجب في البطاريه. التيار لما يجي هنا بقى يتفرع هيخش في حرس سد، ما هي قافله عليه ده معناه انه مش عارف يعدي فيه، فيقوم ماشي كده في اتجاه المثلث، هيقوم ماشي هنا يجي قدامه حرس سد وقدامه ده، يقوم داخل هنا اكيد هيعدي على الجهاز، ما هو لازم يعدي على الجهاز، خلي بالك هو الجهاز ده اللي بيقيس. انت لو التيار ما عداش على الجهاز فرحتي انت عملت ايه يعني؟ طيب عدينا على الجهاز، نيجي هنا ارجع تاني، هل ارجع تاني؟ اكيد لا، هنفضل نلف في لوب، فالحل امشي في الفرع اللي ما مشيتش فيه اللي هو ده، عشان اجي هنا واقوم خارج خالص واقفل الدايره. يبقى الا في النهايه ايه اللي حصل؟ التيار ماشي كده 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 وقفل، عملنا شكل حرف زد برضه بس مختلف شويه اهو، كلام بسيط والله، فايه ركز فيه يعني. مولاي صلي وسلم اهو، بص يعني التيار ماشي تحت اهو كده كده، جه هنا بقى ايه؟ ساب موجب وخرج سالب، صح كده؟ وهنا كان هنا سالب وموجب، ايه اللي انت ملاحظه؟ ان الموجب متصل برضه، يعني بشكل طبيعي، يعني ايه؟ طلعت على المقاومه وموجب سالب يعني ايه؟ يعني النهائي اللي دخل هيخرج موجب برضه، اللي هيخرج هيخرج في الشكل الطبيعي، يعني بولاريتي ولكن هتخرج موجب. المهم انت عشان تبقى الحته دي هيخرج الشكل برضه اسمه موجب فوق بس كده توصل. ما بحبش اقف على الحاجات دي كتير. لو انت عندك موجه لسه ما عملهاش ريكتيفيكيشن، عملت لها ريكتيفيكيشن فول ويف ريكتيفاير هتطلع بالشكل ده، هتطلع كده السالب يتقلب فوق، هو السالب يتقلب يطلع هلم بس كده، ده باستخدام فور اف وايه فاير. ايه اللي محتاجين نعمله تاني؟ محتاجين نصمم الجهاز، كده عرفنا شغل الجهاز هيبقى ازاي، تصميمه بقى محتاجين نعرف الفي ار ام اس الفي افريج نقسمهم على بعض، جبنا الفورم فاكتور نصمم الجهاز، نكتب الرسمه بتاعته. طيب اللي انت محتاج تعمله دلوقتي ايه؟ انك تحسب الفي ار ام اس الفي افريج تقسمهم على بعض زي ما قلت لك تصمم الجهاز. تعال نحسب الفي ار الفي افريج مثلا الاول، هي الفي افريج بدل ما تقعد تعمل التكامل تاني والقصه دي كلها، ركز تركيز بسيط كده، مش تحسب تاني مره فاتت طلع بفي ماكسيمم على باي، ده امتى؟ لما كان الشكل بتاع بعد الريكتيفيكيشن، احنا قلنا بنحسب الافريج بعد الريكتيفيكيشن، كان الشكل عامل كده ها وسايب حته وطالع تاني، طب المره دي بس السايب حته دي مش سايبها، ده حاطط مكانها واحده، والحته اللي هنا برضه مكانها واحده، يعني في تو سايكلز هنا في اربع تنصاص بدل ما كانوا نصين، يعني الضعف، يعني الافريج هيتضاعف، يبقى تقوم ضارب هنا في اثنين. يبقى الافريج في حاله الفول ويف ريكتيفاير متضاعف. طب الفي ار ام اس ما اختلفتش، الفي ار ام اس انت اصلا بتحسب الفي ار ام اس
قبل ما الدايره تعملها ريكتيفيكيشن مش فارقه معاك انت بتحسب الدايره وهي كده عادي ان كده كده النص اللي تحت بيتربع فبيطلع فوق ايه موجب عادي فاهم الفكره فالار ام اس تحسب قبل الريكتيفيكيشن لكن الافرج بتحسب بعد الريكتيفيكيشن كلام مفهوم مش محتاج حتى تحفظه الار ام اس تطلع زي ما قلت لك هي ثابته لان احنا شغالين على ساينوسويد تطلع في ماكسيم على جذر 2 ايه هيطلع لك ان الفي ام اس بتساوي 1 و1 1 1 1 11 في الفي افرج جميل دي العلاقه اللي انا هقوم راسم بيها الجهاز هيقرا في افريج او مضربه في الرقم ده يقوم يحوله لي لفي ار ام اس اظهرها لليوزر هي دي الريد هي دي الريدنج بتاعت الجهاز اهو اهو هيشيل الار ام اس والباقي ده كله هحطه جوه علبه كده ومحدش هيشوفه محدش هيشوف خالص ده اللي هيتشاف اللي هنا الافريج لو قرا 5 يبقى اللي بره هيقرا 5 في 1.11 واحد واحد. هو ده الار ام اس اللي انا محتاجه كيوزر اللي انا محتاجه استخدمه اساسا طيب دول المفروض تحفظهم زي اسمك لما يقول لك ان انا شغال ساينوسويدال يبقى الريد الريدنج اللي الجهاز هيقراها اللي انا هظهرها لليوزر اللي هتظهر على الجهاز فعلا هي الافرج مضروبه في 1 و11 لو هي فول لو انا مستخدم فول ويف ريكتفاير هو هيقول لك ولو مستخدم هاف ويف بيبقى 2 و22 بس كده مش اكتر. طب الافرج دي بجيبها ازاي؟ هو يا اما يديها لك يا اما تقوم انت حاسبها الافرج انت عارف قيمتها اهو في حاله الفول بتبقى 2 في ماكسيم على باي او في ماكسيم على باي بس ويكون هو مدي لك بقى التفاصيل فانت هتشوف في الاسئله او يكون مدي لك اصلا حاجه غير السينوسودر وتحسب انت الافرج والار ام اس وتقسم وتجيب الفورم فاكتور ممكن. طيب ايه بقى المهم في الموضوع اللي جاي اخر صفحه خالص وبعدها هقفل معاك عشان الموبايل حرفيا بحتضر. ايه اللي بيحصل لو انا استخدمت الجهاز اللي مصمم للسيجنال بتاعه السينوسودر لو استخدمته مع سيجنال اخرى سكوير مثلا او استخدمته مع سيجنال اخرى من اي نوع اخر. ليه؟ لان انا ظابط بتاع السينوسودر على في ار ام اس معينه وفي افرج معينه فانت ازاي تروح تستخدمها مع سيجنال ثانيه اساسا ليها في ار ام اس مختلفه وفي افرج مختلفه فاكيد ليها فورم فاكتور مختلف فالجهاز هيبقى فيه ايرور. طب عشان اصلح الايرور هل لازم اروح اصمم الجهاز من جديد؟ ممكن اصممه للسينوسودال مع سيجنال ثانيه بس بشرط ان اكون عارف الفورم فاكتور بتاع السيجنال. طب ساعتها انا بص ركز هقول ريد او اللي هي ار ام اس بتاعت الجهاز اللي هي الحقيقي بقى اللي هي ترو الصح يعني للسيجنال الجديده هتساوي الفي افريج مضروبه في الفورم فاكتور الجديد اللي هو بتاع الجديد بتاع الجهاز اللي انا بقراه. لو هي مثلا سكوير ويف تبقى احط الفورم فاكتور بتاع السكوير ويف لو تراينجلر احط بتاع تراينجلر لو مش عارف ايه احط اي حاجه الفورم فاكتور الجديد بتاعي. طب الفي افريج معايا ده الجهاز اللي انا اللي هو مصمم لقياس الساينوسويدال ده بيظهر لي الفي ار اجيبها ازاي بقى اجيب الافريج دي ازاي؟ قال لك ان هيساوي الريد اللي طلع لك على بتاع الساينوسودال مقسوم على الفورم فاكتور بتاع الساينوسودال اللي هو فورم فاكتور الاولد القديم بتاع الساينوسودال سواء 1.11 او 2.22 ده كده هو الفي افريج. اضربه بقى في الفورم فاكتور الجديد عشان يدي لك القراءه الجديده القراءه الصحيحه. يبقى لو انا معايا ساينوسودال وعارف قيمه القراءه بتاعته يعني عارف الار ام اس بتاعته وعايز اجيب استخدمه في قراءه في اسمه ايه في قياس او اعمل لقياس سكوير ويف وانا عارف ان الفورم فاكتور بتاعت السكوير ويف مثلا بواحد عارف ان الفورم فاكتور بتاعه بواحد اعمل ايه؟ هقوم رايح واخد القراءه اللي الجهاز مداني حتى ساينوس اقسمها على الفاكتور بتاع حاله الساينوسويد هيديني الفي افريج اخد الفي افريج اضربه في الواحد اللي هو بتاع السكوير ويف هيديني الفي ريد في حاله السكوير ويف. كلام تافه والله تافه جدا بس كده شفت الفكره؟ يلا يعني. يبقى من هنا ورايح اي قراءه في الدنيا انت عايز تقراها لاي نوع ويفز او اي نوع من السيجنالز اضرب الفي افريج في الفورم فاكتور بتاع السيجنال دي بس كده. الفي افريج هنا لو حبيت اضرب بتاع لو حبيت اجيبه اجيبه ازاي؟ ممكن تجيبه من اي جهاز تاني انت عامل له معايره قبل كده يعني انك تقسم الريد بتاعته على الفورم فاكتور بتاعه. يبقى اي جهاز هتقابله لو قسمت الريدنج اللي طلع عليه على الفورم فاكتور بتاعه هيدي لك الافريج. تقوم ماسك الافريج اي فورم فاكتور جديده هيحوله لك لريد جديده او لريدنج جديده. بس كده خلصنا الشرح بتاع الجزء ده من الدرس. المره الجايه هكمل شرح غالبا وممكن نحل بقى في التوتال نحل على كله بقى ما تقلقش يعني ان شاء الله. اهم حاجه تكون فهمت كويس ويكون الموضوع فرق معاك يعني. وهتلاقيني كده خلاص خلصت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله في بدء وفي ختمه.